بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله المحاضرة الثالثة من برنامج كورس تعلم الوورد 2013. هندخل كده إن شاء الله على الملف اللي احنا كنا شغالين عليه المرة اللي فاتت. تمام، ده الملف اللي احنا كنا شغالين عليه. طيب هنبدأ ندخل بقى في حاجة اسمها الهوم تاب، ناخدها كده واحدة واحدة وجزئية جزئية. معلش سامحوني، المرة اللي فاتت أنا طولت في الفيديو، وقت الفيديو طول مني، معلش. إن شاء الله المرة ديت هحاول أختصر عشان أنت ما تملش وتقدر تستوعب المعلومة على طول، ما تزهقش من طول الفيديو. وإن شاء الله هناخد حاجة اسمها الهوم تاب، وهناخد منها أجزاء برضو، أهم الأجزاء اللي الرايتر أو الناس اللي المتخصصين في برامج الكتابة بيستخدموا هذه الأدوات. طبعا إحنا عندنا العنوان The First Pages. تمام، هل ينفع العنوان يبقى بنفس الحجم بتاع الملف ده؟ طبعا لا، ولا الفونت ولا الشكل ولا الحجم ولا أي حاجة. العنوان لازم، العنوان ده كل حاجة تبقى لها تنسيق معين. يعني العنوان دايما بيبقى كبير، بيبقى العادة بيبقى لونه مختلف، ممكن يكون تحته خط. فنيجي نبص كده على التنسيقات بتاعته اللي هي اسمها الفورمات. طبعا عشان نستخدم اي من الفورمات اللي فوق ديت، لازم زي ما اتكلمنا المرة اللي فاتت نعمل حاجة اسمها سيلكشن. والمحاضرة التانية ديت قوية جدا، لازم تتعلمها ولازم تتدرب عليها كويس، انك تعمل سيلكشن للجمل او الكلمات او الباراجراف، لان دي اللي هتطبق عليها كل الفورمات اللي انت تستخدمها بعد كده. هنيجي بقى نستخدم مثلا العنوان. طبعا العنوان ده احنا عايزين نكبر الخط بتاعه ونعمله مثلا وليكن الخط بتاعه سميك او غليظ. طبعا ممكن في اللوحة اللي ظهرت ديت مادام احنا علمنا عليه، او نستخدم المجموعة الجروب ده اسمه جروب، اسمه كليب بورد. يعني ايه كليب بورد يا جماعة؟ يعني حافظة. يعني حافظة يعني ايه؟ يعني الحافظة ديت بتحتفظ بالحاجة اللي انت خدتها من النسخ او القص. تبقى موجودة فين؟ تبقى موجودة في الرامة لحين لما انت بتعمل كوبي او قط، تبقى محتفظة بنسخة من الجزء اللي انت عملت له كوبي او قط في الرامة، لحد لما تيجي في المكان اللي انت عايز تعمل بيست فيه وتضع. طيب هنيجي نشوف كده، عاوزين نعمل للعنوان كوبي، هنضغط على كوبي. تمام، مجرد ما ضغطنا على حاجة اسمها كوبي اللي هو الكنترول والسي، احفظ الاوامر دي، لان بعد كده انك هتستخدم الكيبورد ومش هتستخدم، ممكن ما تستخدمش القوايم، هتلاقي حاجة اسمها البيست اتفعلت. طيب هنيجي كده في نهاية الجملة ديت ونقوم عاملين سطر جديد، وهنقوم عاملين بقى كنترول وفي اللي هو البيست. تمام، نزلت يا جماعة بنفس الشكل، نفس الحجم، نفس الشكل، نفس نوع الخط. طيب هنعلم عليها كده وهنمسحها باك سبيس. طيب احنا هنعمل جزء من الفورمات، الخصائص اللي هنطبقها على العنوان، وليكن العنوان ده هنديله حجم كبير. لا احنا لا، هنسيب الكيبورد اللي هو كليب بورد دلوقتي وهندخل في الفونت. فونت يعني ايه؟ يعني الخصائص الموجوده في يعني ايه الفونت ديت؟ يعني الكلام. تمام، أو نوعية الخط. نوعية الخط هنيجي كده نشوف نوعية الخط هنا اللي هو العنوان. هو هنا مديلك في البرنامج مجموعة من الخطوط اللي بتكون عاملة متصلة بالخطوط اللي موجودة في الويندوز. يعني انت لو زودت خطوط في الويندوز هتلاقيها ظهرت في البرنامج اوتوماتيك، وان شاء الله هعلمكم ازاي تزودوا انواع كتير من الخطوط. طيب احنا لو فتحنا السهم كده بتاع نوعية الخط، هو في السيم فونتس، هو هنا مديلك مجموعة من، بيرشح لك مجموعة من الخطوط. يعني بيقول لك الخط ده خاص بالهيدنج، والخط ده النوعية دي خاصة بالبادي،
والتايم نيو رومان ده معروف جدا اللي هو خاص بالهيدنج، والاريال ده معروف اللي هو خاص بالبطن. عايز انت تختار اي نوع من هذه انواع الخطوط هتختارها وهتطبق، بس يفضل اللي هو الهيدنج اللي هو الرأس بتاع الصفحة هنا هيلك نيو تايم. شفتوا الشكل بتاعه عامل ازاي؟ ده شكل من اشكال الخطوط. طيب عاوزين نستخدم الحجم السايز بتاع الخط بنفس المنظر ده. الخاصية ديت اسمها لايف بريفيو. لايف ايه يا جماعة؟ لايف بريفيو يعني المعاينة الحيوية، المعاينة اللي هي المعاينة على ابوه. بيقول لك ايه، انا بطبق الحاجة اللي انت بتنفذها عليا دلوقتي. طيب الخاصية دي موجودة فين؟ موجودة من اول الفيرجنز 2007 لحد 2019. طيب الخاصية دي جميلة جدا، انك بتعرف شكل الخط بنفس المنظر ده، المعاينة الحيوية اسمها لايف بريفيو، تمام، بنفس المنظر ده بتوريك او تظهر لك التأثير المباشر قبل ما تطبقه، تمام. اقول يكن هنعلم عليه على 22. طبعا الخاصية ديت في ناس كتير ممكن تتضايق منها، ممكن تتضايق منها، وفي ناس ممكن لو الخاصية ديت مش متفعلة عاوز تفعلها، بسيطة جدا، ورقة وقلم وادخل معايا اكتب فايل، وهنضغط على حاجة اسمها اوبشنز، وبعد اوبشن من الجنرال هتضغط على حاجة انيبل لايف بريفيو. عاوز تعلم عليها تشيلها، تشيلها. لو جينا نطبق كده وهنعلم تاني على العنوان، هنيجي نطبق هنلاقي العنوان يا جماعة ما عادش الخاصية ديت اكتف او متفعلة. نرجع نرجعها تاني من برضو فايل اوبشن جنرال، وهنعلم على انيبل لايف بريفيو، وهنضغط اوكي. طيب احنا عاوزين دلوقتي نجعل الخط ده، هو الخط ده دلوقتي متعلم عليه، هو معمول له سيليكشن، هنضغط عليه حاجة اسمها بول. بول دي يعني سميك، هو كده اوريدي معمول عليه بول. طب نشيل البول من عليه، رجع الخط رفيع. طيب نخليه بول. ليه الخاصية ديت؟ الخاصية البول ديت تبقى كويسة جدا في العناوين علشان تلفت الانتباه، يقول لك اللي ده عنوان عاوز تجعله مائل. طبعا ما ينفعش في الـ العنوان، ممكن تحط له خط لو انت عاوز، دي اسمها اندرلاين. اندرلاين يعني تضع خط. عاوز بقى ايه؟ الخط ده يبقى متقطع، عاوز يبقى خط موصول. اشكال كتير جدا من الخطوط اللي انت ممكن تشتغل عليها، تمام يا جماعه؟ تمام. طيب احنا هنشيل الخط اللي تحت. طيب انت لو في جمله مثلا تحت هنا كده وعايز يعني تحط فيه في وسطها كده خط لحاجه معينه، ليه مثلا زي اقتباس، ممكن تعلم عليها وتضغط على اللي هو ثرو سترايك ثرو، يعني اللي هو الخط اللي قاسم الكلمه جاي في نص الكلمه. طيب احنا عاوزين نزود الخط برضو خاصية تانية من تزويد الخط، هنضغط على حاجة اسمها increase font size، واحفظ برضو الكنترول بلس اللي هو الاكبر، اللي هو علامة الايه، الاكبر من او الاصغر من. طيب نيجي نجرب كده. طبعا اي امر من دولت لازم يتنفذ، لازم يكون انت عامل selection على الجملة اللي انت عايز تنفذ عليها الفورمات. طبعا احنا ضغطنا دبل كليك او ثلاث مرات عشان يعلم على الجملة كلها. شوفوا انت عاوز تزود، ممكن تزود من هنا. طيب لو انت عاوز تنقص تعمل ديكريز، ممكن تضغط من هنا، تمام. هو برضو هتلاقي اوتوماتيك اتفعل من هنا. طيب لو احنا عايزين نغير اللون بتاع الخط، اللون الخط اهوت يا جماعه فونت كولر، هنغير نضغط عليه. عاوز تتك على السهم يعني تختار اي نوع خط انت عايزه او اي لون خط انت حابب تشتغل بيه. طيب احنا عاوزين نعمل خلفيه للخط. احنا دلوقتي استخدمنا
لون الخط الفونت كولر. طب انت عايز تعمل خلفية للون، هتضغط على التكست، تكست هايلايت كولر، تمام. ممكن تختار لون الباك جراوند تاخد، بس قبل ما تشتغل لازم تكون معلم على معلم يا جماعة على السيليكشن، على الجزء اللي انت عايز تغير فيه، تغير الخلفية بتاعتك. نعملها زرقاء، بقت زرقاء. طبعا يفضل اي حاجة انت عايزها، لازم يا جماعة اي امر مش هيتنفذ معاك الا ما تكون عامل على الحاجة اللي انت عايز تنفذ عليها الفورمات سيليكشن، زي ده دلوقتي سيليكشن، نفذ الامر ده مثلا هيتنفذ معاك، نفذ ده هيتنفذ معاك. طيب في برضو هايلايت يعني زي حاجة جاهزة كده زي الفونتس الجاهزة، ممكن تختار منها الفورمات بتاعتك الجاهزة لو انت عايز برضه هتعلم عليها كده، وهتختار منها اللي انت عايز تنفذ عليها الشغل بتاعك. ديت فونتس جاهزة، لو جيت وقفت عليها تكست افكت، ديت تكست افكت، ديت بالنسبة للفونتس. طيب في جزء موجود في الفونتس احنا مشرحوش، دي حاجة اسمها سبسكريبت، في حاجة اسمها سوبر سكريبت. الاتنين دولت التولز دولت بيستخدموهم اكتر ناس، بيستخدموهم بتوع الكيمياء او الرياضة. بمعنى في بعض المعادلات الكيميائية اللي لازم تتكتب صح، وليكن هنكتب مثلا رمز ثاني اكسيد الكربون وليكن CO2. طيب هل ده رمز الاكسجين؟ طبعا الرمز ده غلط جدا جدا جدا، طبعا الرمز ده ما ينفعش. الاتنين ديت لازم تبقى اسفل صغيره واسفل ذرتين اكسجين، ذره كربون وذرتين اكسجين. طبعا ذرتين اكسجين كده المنظر ده O وجنبها 2 وليس ذرتين اكسجين. طيب هنستخدمهم ازاي؟ طب احنا عايزين ننزل الاتنين دي تحت ونصغر خطها، هنقوم ضاغطين على سبسكريبت كده الرمز. اي حاجة عايز تنزلها لتحت وتصغر خطها، بالذات الناس اللي بيشتغلوا معادلات. طيب عاوزين نعمل الاس، ديت حاجة اسمها سوبر سكريبت. سوبر سكريبت يعني ايه يا جماعة؟ بالناس اللي بيشتغلوا برضو الرياضة مثلا، عاوزين يعملوا وليكن 4 أس 3. طبعا لو كتبت الرقم ده كده يبقى 43. لو انت عايز تجعل التلاتة فوق الاربعة، هتيجي زي الشاطر كده تعلم على التلاتة وتقوم ضاغط على سوبر سكريبت، يبقى 4 أس 3. ده بالناس بالنسبة للناس اللي ممكن تشتغل معادلات رياضية. تمام يا جماعة، احنا دلوقتي استخدمنا اغلبية الحاجات اللي موجودة في الفونت. طيب لو جينا ضغطنا على السهم ده، هيظهر لنا كل الحاجات اللي احنا مستخدمينها في الخط، مستخدمينها في الخط. بص يا جماعة احنا واقفين بالمؤشر هنا، هيقولك احنا بنستخدم سوبر سكريبت، تمام، وهيقولك انت مستخدم البولد ومستخدم الخط بتاع 28 والهيدي، تمام، بيجيب لك البيانات اللي انت مستخدمها. طيب احنا دلوقتي عاوزين نرجع تاني لحاجة اسمها الكليب بورد اللي هي الحفظ. طبعا احنا استخدمنا قبل كده الكوبي. طيب احنا عاوزين ناخد، طبعا احنا وضعنا تنسيقات على العنوان، منها شكل الخط اللي هي الفونتس والكلر فونتس، وحاجة اسمها الهايلايت، الهايلايت اللي هو ايه يا جماعة؟ الخلفية الفونت كولر. وهنا حاجة اسمها الهايلايت اللي هي ايه؟ الخلفية بتاعة الكلمة. طيب احنا عاوزين ناخد من دي يا جماعة كوبي، كوبي، تمام، يا اما نضغط عليها كليك يمين ونختار كوبي، يا اما نيجي على المنطقة دي كده
في الكليب بورد ونختارها، او نضغط على كنترول وسي بس بعد لما نكون عملنا سيليكشن لاي كلمه احنا عايزين نعملها كوبي. طيب هننزل كده سطر. طيب احنا دلوقتي لو عملنا بس بيست، لو ضغطنا كده هيظهر لنا تلات انواع من البيست اوبشن، او لو ضغطت هنا هيظهر ايه يا جماعه؟ هيظهر البيست اللي هو رمزه الاختصار بتاعه كنترول في. لو ضغطت هنا كنترول وي وضغطت عليها ضغطه كده هيظهر لك تلات حاجات. اول حاجه هيقول لك كيب سورس فورماتنج. كيب سورس فورماتنج يعني ايه يا جماعه؟ يعني هياخد الجمله اللي انت مختارها بالتنسيقات اللي انت وضعتها عليه. يعني احنا دلوقتي عمان لو وقفنا كده في نص الكلمه كده هنلاقي الفونت بتاعتها السايز بتاعتها 28، والنوع الخط بتاعها حاجه اسمها تايمز نيو رومان، وحاجه والبولد لو احنا وقفنا كده. طيب ايه تاني يا جماعه؟ ديت شكل الخط، ديت التنسيقات. طيب لو احنا عملنا بيست، جينا هنا وقمنا عاملين بيست، هيظهر لك بنفس التنسيقات. ليه ظهرت كده بنفس التنسيقات؟ لان احنا اخترنا حاجه اسمها كيب سورس فورماتنج. كيب سورس فورماتنج يعني بيحتفظ بجميع الفورمات اللي انت حاططها على الجمله. طيب دي بتكون حلوه، بتكون حلوه في حاجات معينه، وبتكون مش مناسبه في حاجات معينه. طيب لو انت داخل على صفحه الانترنت وواخد منها من بعض موضوع مثلا معين، وليكن مثلا في مجله معينه او موقع معين، وقمت واخد وقمت معلم على الجمله دي كده كوبي، وقمت جيت عشان تحطها في المدونه بتاعتك او في الملف اللي انت بتنقل منه، تمام؟ ايه اللي هيحصل؟ ايه اللي هيحصل يا جماعه؟ في بعض الكلمات بتبقى معمول لها هايبر لينك. هايبر لينك، هايبر لينك يعني ايه؟ بتبقى داخل جوه الكلمه. طبعا الكلام ده لسه هنتعرف عليه. بتبقى داخل اسم موقع، مجرد ما تقف على الاسم الموقع كده بيظهر، بيفضل محتفظ بالايه؟ بالهايبر لينك اللي موجود فيه. او ممكن يكون معمول بنوع خط معين، نوع الخط المعين ده مش موجود عندك في جهاز الكمبيوتر، وبالتالي هيحصل عندك دربكه. فاحسن حاجه اللي وانت بتعمل كوبي من بعض المواقع، او بتاخد مثلا تعمل بحث وخدت يعني كوبي من مجله او موقع او بحث او اي صفحه انترنت، يفضل الخيار ده. الخيار ده عباره عن ايه يا جماعه؟ كيب تكست اونلي، بياخد السورس بتاع الكلمه فقط بدون اي تعديلات على الكلمه. بدون اي تعديلات على الكلمه يعني ايه؟ يعني بياخدها بدون اي تنسيقات. وانت بقى حسب انت عاوز تنسق ايه. افرض انت مش عاجبك التنسيق ده، هتعلم كده وهتختار مثلا 24 وهتحط تحتها خط وهتخلي الكتابه باللون الازرق حسب ما انت حابب. طبعا انا طبعا احنا شرحنا دلوقتي يعتبر الكليب بورد والفونتس. طبعا انا عايزك لو انت ما مش فاهم اي حاجه تاني، ممكن تبدا ترجع او يعني تاخر فيديو شويه وتعيد في الحاجه اللي اتشرحت. طبعا لسه في جزء تاني اسمه فورمات بينتر. فورمات بينتر ده يا جماعه لو انت عايز تنسيق عجبك معين وعايز تعمله على اكتر من كذا باراجراف، وليكن احنا هناخد الباراجراف ده هنعمل عليه تنسيق معين. تنسيق معين يعني ايه؟ يعني هنغير لون اللون الكلام مثلا، هنعمله اللون ده مثلا، او هنعمله اللون ده، وهنغير الخلفيه بتاعته هنعملها نو كولر، مش هنخليها فيها كلام. طيب وهنغير الفونت بتاعه، تمام؟ هنغير الفونت بتاعه ليكن 16، تمام؟ وهنغير الخط بتاعه وهنعمله الشكل ده، هنعمله الشكل ده بري. طيب احنا عايزين الباراجراف ده
كل التنسيقات اللي احنا والفورمات اللي احنا اشتغلناها عليه نعملها على الجزئية دي. الفقرة دي نعمل ازاي؟ طيب نقوم معلمين على الفقرة ونقوم ضغطين فورمات مرة واحدة، تمام يا جماعة؟ ونقوم بالسهم معلمين بالكرسر كده معلمين، هيظهر التنسيق بتاع الباراجراف اللي احنا خدنا منه الفورمات بينتر، هيظهر على الباراجراف اللي احنا اشتغلنا عليه. تمام؟ تمام. طيب احنا عايزين مثلا نعمل الباراجراف ده، الفورمات بينتر ديت نطبقها على اكتر من كذا جمل، يعني ما يبقاش بعد ما عملنا التنسيق وجينا طبقناه على باراجراف معين طبقناه مرة واحدة بس وبعد كده اختفى. عاوزين نطبق الفورمات بينتر على جميع الكلمات اللي انت عايز تعلم عليه. هناخد كده اول باراجراف اول جملة وهنغير في الكلام بتاعها، وليكن هنغير كده وهنحط تحتها خط. طيب عاوزين دلوقتي نستخدم الفورمات بينتر في اكتر من كذا جملة واكتر من كذا فقرة، وتفضل الفورمات بينتر بتاعتنا شغالة لحد لما نعمل لها اسكيب او نضغط عليها علشان نخفي التأثير بتاعها. هنضغط دبل مرة واحدة، هنضغط مرتين دبل كليك. دبل كليك يا جماعة شوفوا هتلاقي الفورمات هنا البينتر بقت اكتف على طول، بقت اكتف. هنيجي نعلم على الجزء اللي احنا عايزين نطبق عليه، وليكن الجملة دي. طيب احنا لسه شكل المؤشر ما اختفاش، عاوزين نطبق على الجملة دي. طيب عاوزين نطبق على الجملة اللي احنا عاملين لها سيلكت دي. طيب دلوقتي احنا استخدمنا الفورمات بينتر على اكتر من كذا جملة. طيب احنا لو عاوزين الامر ده يعني شكل الفرشة دي تروح، يا اما هنضغط اسكيب يا اما هنروح نضغط على الفورمات بينتر تين. كده احنا ضغطنا اسكيب، فعشان كده الشكل لو علمنا في اي حتة تانية من البرنامج مش هيعلم ولا هيطبق الفورمات بينتر اللي احنا كنا عاملينه من فوق. وديت طبعا انا لسه مخلصتش الهوم تاب، ولكن انا مش عايز ازود في حاجة اللي هو وقت الفيديو علشان انت ما تزهقش او تمل. ولو عاوز حاجة تاني ممكن تسيبها لي في التعليقات، تعمل لي كومنتس كده لو انت عاوزني اشرح لك حاجة تاني. بس ان شاء الله لو انت عايز حاجة ممكن يعني تأخر الفيديو وتشوف اتطبقت ازاي. كان معاكم مصطفى الهلالي من كورس تعلم الوورد، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.